السلام عليكم. ايوه بخصوص تفضل. بخصوص قضية الشيخ علي حسن وكذا، ما هو الموقف؟ أيه؟ ما هو الموقف السلفي في هذه المسألة؟ بارك الله فيك. كيف موقف السلف؟ الحمد لله ان الشيخ علي السلفي فاضل، نفع الله بفرجه طيبة ومباركة، وكذلك مشايخ السلفيين جميعا، فمن أخطأ منهم لا يقبل خطأه مع عدم إسقاطه، يبقى خير فاضل ولا يسقط، ما يصح يسقط السلفي بالخطأ الجزئي، ما بالك إذا كان خطأ اجتهادي، فمن باب أولى أن لا يسقط. بارك الله. واضح؟ واضح السؤال. شيخ ممكن لو سمحت، يعني هل يمكن نشر هذا الإجابة أو كذا؟ هل ممكن إيه؟ نشرها يعني. ما في شيء أبدا، كلهم إن شاء الله فضلاء، كلهم الخير، والعالم السلفي طالب المسلم ما يسقط بالزلة، وإذا في خطأ يناصح بالتي هي أحسن بأسلوب الطيب، لا سيما نحن في زمن الغربة والأعداء متكاذبون من كل جهة، فلا بد أن يراعى هذا، ويراعى أيضا أن الشدة بالرد، وكأن الراد يريد الإسقاط، هذا يسبب فجوة كبيرة بين السلفيين والخلافات، فينبغي أن تراعى المصالح المفاسد هذه. كل عالم سلفي طالب علم سلفي إذا أخطأ يبين خطأه بأسلوب طيب ولا يسقط، والخطأ مردود على كل أحد، هذا الخطأ متحقق، فكيف إذا بالمسائل التي يسوغ الخلاف فيها؟ جزاك الله خير.